وكان عن التغيير، إيه؟ كان من ضمن الأشياء اللي طرحها ذكر اللي هو التدريب، ونحن إذا أردنا أن ننمي قدرات أبنائنا سواء في الابتكارات في الاختراعات في الحساب الذهني. دخلتها دورات؟ أنا نعم دخلت مدارس الجامعة تقيم دورات تدريبية عن الحساب الذهني. جميل. العام الماضي دخلت دورة في الحساب الذهني، إيه؟ والسنة هذه المفترض أنها تتدرب شهرين. البنت ما تدربت إلا 3 أسابيع ولله الحمد، وجابت مركز متقدم ما شاء الله. ولو على التدريب اللي حصلت عليه في مدارس الجامعة كان مركزها أفضل، لكن وعدتنا إن شاء الله بالمستوى الثاني تحصل على مركز متقدم ما شاء الله تبارك بإذن الله عز وجل. الله يخليها.